إذن اليوم في دوازة غادي نقترح لكم غريبة بلوز وزنجلان ديال محجوبة أم ياسين اختصاصية في الطبخ والحلويات اللي قدمت لنا البارح، ونتمنى كل المستمعات اللي طلبوها يكونوا في السماع إن شاء الله ويكونوا كيسجلوا معنا هاد المقادير. غادي نحتاجوا في الغريبة نص ربعة ديال الزنجلان محمر ومطحون، نص ربعة ديال اللوز مسلوق ومطحون، 30 غرام ديال الزبدة، 50 غرام ديال السكر كلاصي، كيس واحد من الفاني، خمارة واحدة ديال الحلوة. غادي نحتاجو شوية الفواكه معسلة تكون صينة، يعني ما تكونش مقردة وإنما تبقى صينة، وغادي نحتاجو كذلك بيضة كبيرة أولا جوج بيضات صغار. هادو هما المقادير والتزيين، شوية ديال بياض ديال البيض واللوز إفيلي. غادي نعاود قلنا بالنسبة للغريبة غادي نحتاجو نص ربعة ديال الزنجلان محمر ومطحون، يعني بالنسبة للزنجلان غير نص ربعة ديال الزنجلان محمر ومطحون، نص ربعة ديال اللوز مسلوق ومطحون، 30 غرام ديال الزبدة، 50 غرام ديال السكر كلاصي، كيس واحد من الفاني، خمارة واحدة ديال الحلوة، شوية ديال الفواكه معسلة تكون صينة، وبيضة واحدة كبيرة أولا جوج بيضات صغار. يعني كنخلطوا المقادير كاملة مزيان ثم كنبداو نجمعوها بديك البيضة الكبيرة أولا بجوج بيضات صغار. العجين كيف ما أكدتنا لمحجوبة أنه ما يكونش جاري وفي نفس الوقت ما يكونش قاصح بزاف، وكنخليو هاد غريبة حتى كترتاح مزيان، ومباشرة كنشكلو منها كويرات وكنغطسوها في بياض ديال البيض وكندوزوها في اللوز إفيلي. الوجه ديالها كندوزوه في اللوز إفيلي وعاد ديك الساعة كندخلوه الفران كيطيب بالطريقة العادية، يعني كيف كنطيبو الغريبة في الفران او لا في الفران البلدي غادي يكون احسن. فهادو هما المقادير ديال الغريبة، ونتمنى انكم تجربوها وبالصحة والراحة.